الكاتب الفرنسي الشهير صاحب روايات زي البؤساء وأحدب نوتردام فيكتور هوجو قال إيه عن محمد علي باشا حاكم مصر من سنة 1805 ل 1848؟ ليست الوحشية الآسيوية مجردة من رجال الشوامخ مثل ما تعتقد حضارتنا، ويجب التذكر إنها قد أنجبت العملاق الوحيد الذي يمكن لهذا القرن أن يقارنه ببونابرت. هذا الرجل النابغة هو في الحقيقة تركي أو تتاري، إنه محمد علي باشا الذي يمكن أن نقارنه بنابليون مثلما نقارن النمر بالأسد أو العقاب بالنسر.